معنا على التليفون العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. أهلا بحضرتك سيادة العميد. النهاردة طبعا يعني إحنا بنتحدث عن مشهد عشناه قبل كده، إخلاص شباب الوطن ورجال الشرطة ورجالة البلد دي في إتمام مهمتهم لآخر نفس لحماية المجتمع وحماية الأهالي والمدنيين من أوقار الإرهابيين. النهاردة سيادة العميد تابعت العملية اللي شفناها وشفنا تفاصيل منها في صور بثت ما يحدث إزاي؟ يعني بعد تقديم التحية لحضرتك ولمصر جميعا وتقديم كل التعازي في الشهيد المقدم محمد فوزي الحوفي أحد أبطال مصر اليوم يلحق بقافلة الأبطال الشهداء اللي طول الوقت الحقيقة ساهرين على أمن هذا الوطن وأمن مواطنيه. النهاردة كنا قدام أعتقد عملية أمنية في بدايتها عملية ناجحة جدا، في رمزيتها وفي مكانها المناسب هي عملية استباقية. هذه الخلية الإرهابية ربما كانت تخطط لأن تقوم بمجموعة من العمليات الإرهابية أو التهديدات للمواطنين المصريين خلال الفترة القادمة. وصول الجهاز الأمني وجهاز الأمن الوطني على وجه التحديد بمعلوماته وبعض من التحريات الصحيحة اللي وضعت رجال مكافحة الإرهاب النهاردة في المكان المناسب وفي التوقيت المناسب، أعتقد أن هذه هي نقطة نجاح متميزة. يعني لا نجعل حزننا على الشهيد محمد الحوفي يغفل لنا أننا في شراسة لمواجهة طول الوقت بتحاول انها تهدد الوطن والمواطنين. هذه المواجهات لم تتراخى لحظة واحدة، لم تغفل، لم تستبعد ان يكون هناك محاولة استغلال لفترة الاضطراب الذي يعيشه العالم كله وليس مصر وحدها في الخوف من الأمراض والأوبئة والعدوى وغيره، وأن هذا الظرف الاستثنائي لم يجعل رجال الأمن يغفلون على أن هناك مجموعات خارجة عن الشرعية، مجموعات خارجة عن كل مبادئ الإنسانية تحاول أن تستغل هذه الفترة الزمنية في التخطيط والتركيب لتهديد الوطن. فكانت النهاردة هذه العملية اللي احنا تابعناها وصول للخلية، محاولة القبض عليها، إجراء عمليات اشتباك نيراني بشكل محترف وبشكل كف أدى إلى القضاء على هذه الخلية. دفعنا دماء من رجالنا ومن أبطالنا اللي كانوا رايحين يحمونا جميعا ويحموا الوطن كما هي مهمتهم الرئيسية. صحيح. في نقطة مهمة سيادة العميد وهي أنه رجالة الشرطة والأمن في يقظة برغم وجودهم في يعني معركة مصر على الفيروس، فيروس كورونا، إتمام مراحل الحظر، حظر التجول كما يجب. بنشوفهم في الطريق وبنقدم لهم طبعا التحية على دورهم في المرحلة دي. هم موجودين برضو ولم ينشغلوا بالدور ده لأنه في دور آخر، في معركة مستمرة وباقية بتخوضها مصر بنجاح وبقوة وهي معركتها على الإرهاب. كانوا حاضرين وكانوا جاهزين، ويمكن دي النقطة اللي عايزة حضرتك توضحها لنا أكتر. إزاي العدو ممكن يعني يعتقد جهلا منه أنه يستطيع أنه يعني يرتب ويستعد للخراب والفوضى والعنف على أساس أنه في معركة أخرى بتخوضها مصر وانشغال مصر في هذه المعركة، إلا أنه طبعا رجال الأمن خيبوا ظن. يعني دي نقطة شديدة الأهمية وصحيحة تماما، وبتفق مع حضرتك يا أستاذ ريام في مسألة أن رغم أن المهام الملقاة على عاتق رجال الأمن وعلى عاتق رجال القوات المسلحة
النهارده في حرب معقده وغير تقليديه، وهي حرب محاصره الوباء ومنع انتشار العدوى بكل الطرق الممكنه، وده كان كل اهتمام الدوله والمواطنين وكل مؤسسات الدوله طوال الاسابيع الماضيه، واحنا واقفين على حجم الجهود اللي بتبذل في هذا الاطار على مسارات الحقيقه عديده ومتعدده ومتنوعه، لكن في نفس الوقت مع كل دوت حمايه امن الوطن لم يغفل عنها رجال الامن كما لا يغفل عنها رجال القوات المسلحه وهم موجودين في مواقعهم الان ونحن نتحدث. حمايه امن الوطن هي المعادله الاساسيه والرئيسيه والعقيده الراسخه داخل هاتين المؤسستين بيشتغلوا عليهم على مدار 24 ساعه. رغم ان بيتم تقديم جهود غير اعتياديه في مضمار المساعده في منع انتشار الوباء والفيروس، لكن رجال المعلومات ورجال مكافحه الارهاب او رجال حمايه الحدود او غيرها من صحيح. مهام كثيرة فعلا للحفاظ على أمن الوطن. سيادة العميد اديني فكرة عن المنطقة اللي بنتحدث عنها من ناحية هذا التجمع الإرهابي وتواجدهم في الأميرية، يعني في إطار المعلومات المتوفرة. يعني المعلومات المتاحة والاستقراء الأولي اللي احنا تابعناه خلال الساعة الماضية، احنا كنا قدام احد الاحياء الشعبية مكتظة السكان، هي موجودة في وسط القاهرة. التنظيم الارهابي من الواضح ان هو حاول ان هو يستغل حالة الانشغال المجتمعي والرسمي اللي احنا قلنا عليها في مكافحة الوباء والعدوى، بان هو ينزل ويكمن في هذه المنطقة الشعبية يستفيد من كونها في وسط وفي قلب القاهرة حتى يكون بالقرب من أهداف ربما كانت متوقعة. الأجهزة الأمنية أكيد بتعمل تحريات عندها أو وصل لها بعض من الإشارات عندها، وده ربما يكون السبب الرئيسي للتوجه السريع من قوات مكافحة الإرهاب ورجال الأمن الوطني كي يداهموا هذه الخلية. استغلال الموقع الجغرافي لهذا الحي أنه هو يكون قريب من أهداف، قد يكون التنظيم قد خطط لأماكن بعينها أو قد يكون في منطقة يحاول أن يقوم بعمليات استطلاع يستغل فترة الأعياد القادمة كما اعتادنا من التنظيمات الإرهابية. المشهد لم يكن يحتمل على الإطلاق أن يكون في أي تهديد للمصريين في هذا الوقت الاستثنائي. أعتقد أن هو التنظيم أو الخلية الإرهابية كانت بتحاول ان هي تختبئ وسط هذا الازدحام وهذا وسط المواطنين العاديين والسكان. اعتقد ايضا من المشهد الاولي ان احنا كنا قدام خلية شديدة الخطورة مجهزة تجهيز عالي، وقامت بادارة اشتباك نيراني مع قوات الامن فور احساسهم بعملية المداهمة. كثافة النيران تدل على انها مجهزة بشكل كبير وان هي كانت في مرحلة استعداد لان تقوم بعمليات، وده ايضا ملمح مهم جدا من ملامح النجاح اللي قدرت قوات الامن النهاردة ان هي تحققه، انها تداهم لم يكن قبضا عشوائيا او بالصدفة او سهلا، لا هي كانت قدام خلية جاهزة وخلية مسلحة بهذا القدر من التسليح اللي ربما من المرات القلائل اللي تابعنا عملية مداهمة على الهواء مباشرة على الشاشات المصرية وهي بتتابع القضاء على هذه الخلية وتأمين المواطنين، خروج بأن ما فيش أي خسائر في الأرواح من أهالي هذه المنطقة، وده شيء مهم جدا وبيبقى من المهام الرئيسية لقوات الأمن إن هو من المهم تماما أن ألا يصاب أحد في محيط مسرح العمليات بأي أذى ممكن، خاصة وإحنا في منطقة كلها مدنيين وكلها سكان عاديين ربما يعني، وده المؤكد إن هم ما يعرفوش أي خلفية إن يعيش في وسطهم هذه الخلايا وهذه الإرهاب وهؤلاء الإرهابيين المدججين بالسلاح.
يعني في نفس النقطة على المستوى الجغرافي، الأوكار الإرهابية في عين شمس، في الأميرية، المناطق اللي بيتم اختيارها من قبل الإرهابيين، توسيع النطاق فيها، اتخاذها مرتعا للترتيبات والاستعدادات لأي عملية إرهابية بيجهزوا لها، يعني ممكن ألاقي تفسير من حضرتك يا فندم؟ هو التفسير طبعا ان هي دي الاحياء الكبيره والاحياء اللي فيها ازدحام كبير من احياء العاصمه، واحياء موجوده بالقرب من كل الاهداف الاستراتيجيه، واحياء يعني الموقع الجغرافي يتيح للمختبئين فيها مساحات حركه يمكنهم انهم ينتقلوا الى اماكن اخرى بديله وسريعه للغايه. يعني من الممكن التحريات تثبت ان هذه الخليه كان لديها اماكن اخرى في احياء مجاوره. الاماكن المسافات قصيره ما بين الاحياء بعضها وبعض، كما اشرنا هي من الممكن الوصول الى وسط المدينه في فتره زمنيه قصيره جدا. استغلال الحركه الكثيفه للسكان دي بتشكل ليهم عامل أمان وستار من الممكن إن هو ينفذ كل مخططاته وينفذ تحركاته يعني تحت هذا الستار، ينقل أسلحة داخل هذا الوقر الإرهابي، يقوم بجمع معلومات حوالين أهداف بعينها. زي ما أشرنا من قبل، من الواضح تماما ان كان لدى الاجهزه الامنيه معلومات استباقيه تدل على ان هذه الخليه خليه نشيطه جاهزه للعمل، امامها ايام او ربما ساعات وتنزل الى الشارع او الى اهداف بعينها لتنفيذ عمليات، وده اللي كان السبب الرئيسي للمسارعه بالوصول الى مكانها بهذه السرعه وتنفيذ العمليه الامنيه الناجحه بحق هذه الخلية. سيادة العميد، التوقيت يا فندم أشرت لي طبعا حضرتك سريعا في إجابتك، لكن عايزة يعني أسلط الضوء عليه. التوقيت اللي يعني الإرهابيين بيرتبوا فيه لعملية، ما قرأته إزاي؟ يعني الحقيقة لا يخلف الإرهاب موعدا مع لا أعياد دينية ولا أعياد وطنية ولا مناسبات كبرى يحتفل بها المصريين وربما العالم كله، إلا ويكون على ذات التوقيت بيحاول إن هو يصرف الانتباه ويستغل هذا الحدث لإحداث أكبر قدر من الإيذاء النفسي والألم النفسي لجموع المواطنين وللرأي العام المصري. إحنا في فترة أعياد للإخوة المسيحيين وفي فترة أعياد لمصر كلها، هذه الفترة من العام عادة ما يحاول الإرهابيين استغلالها كما يستغلوا المناسبات الوطنية الكبرى. صحيح، بيحاولوا أن هم يعكروا صفوها. يعني الإيذاء النفسي في هذه الأيام الاستثنائية بتكون وقعها النفسي على جموع المواطنين أكبر، وبيصاب المواطنين بالإحباط، عكس ما نحن نشعر به الآن من فخر ومن سعادة كبيرة بأن الجهاز الأمني جهاز ناجح وقادر على الوصول إلى هذه الخلايا والقضاء عليها، قادر على أن يقوم بعمليات إجهاض حقيقية وإحباط لحزمة من العمليات الإرهابية. الخلية اللي قادرة أنها تدير معركة بالنيران بهذا القدر مع رجال الأمن بالطبع كانت تستهدف تنفيذ عمليات وليست عملية واحدة، وهكذا هو المتوقع من الخلايا الإرهابية اللي بتصل إلى هذه المناطق تحديدا اللي حضرتك أشرت إليها، المناطق اللي في وسط المدينة المزدحمة اللي فيها عدد سكان كبير، مناطق سكنية كبيرة، اللي بيصل لهذه المنطقة إذا هو لديه لائحة طويلة من الأهداف، لديه بنك أهداف متعدد ومتنوع. الوصول لإجهاض وإحباط هذا المخطط ده شيء متميز الحقيقة جدا جدا، والنهاردة ربما يكون بداية للإيقاع بمجموعة أخرى أو لها ارتباط
الكلام ده التحقيقات والتحريات بتستكمل بمجرد القضاء على الخلية، وربما تعتبر بداية خيط لمجموعة من الضربات الأخرى المتلاحقة والناجحة إن شاء الله. سيادة العميد، ورد لنا الآن بيان وزارة الداخلية، وردت معلومات، هذا بيان وزارة الداخلية، وردت معلومات لقطاع الأمن الوطني عن وجود خلية إرهابية يعتنق عناصرها المفاهيم التكفيرية لتستغل بذلك عدة أماكن للإيواء شرق وجنوب القاهرة كنقطة انطلاق لتنفيذ عمليات إرهابية بالتزامن مع أعياد أبناء الطائفة المسيحية، حيث تم رصد عناصر تلك الخلية وتم التعامل معها، الأمر الذي أسفر عن مصرع 7 عناصر إرهابية عثر بحوزتهم على 6 بنادق آلية وعلى 4 أسلحة خرطوش وكمية كبيرة من الذخيرة مختلفة الأعيرة. كما أسفر التعامل عن استشهاد المقدم محمد الحوفي بقطاع الأمن الوطني وعن إصابة ضابط آخر وفردين من قوات الشرطة. في ذات الإطار تم تحديد أحد مخازن الأسلحة والمتفجرات بمنطقة المطرية والتي كانوا يعتزمون أن يستخدموها في تنفيذ مخططاتهم الإرهابية، وباستهدافه عثر على 4 بنادق آلية وعلى كمية من الذخيرة، وتم تقنين الإجراءات وتوالي نيابة أمن الدولة العليا التحقيق. سيادة العميد، يعني ده كان بيان وزارة الداخلية ورد إلينا الآن، تابعته إزاي يا فندم؟ يعني الحقيقة بيان وافي وبيان ربما يعني ونحن نتحدث مع حضرتك منذ دقائق يعني استنتجنا بعض من الملامح اللي ظهرت في هذا صحيح. البيان مسألة استغلال فترة الأعياد اللي الإخوة المسيحيين حاضرة في البيان بشكل واضح، وواضح ان دي خلفية معلوماتية كانت متوفرة لدى الأجهزة. مسألة ان هناك وكرا اخر، يعني مقر اخر تابع لهذه الخلية به من الأسلحة والذخائر ما كان يخطط لأن يتم استخدامها في عمليات أخرى، ده كشف آخر من الجهد المعلوماتي والمسار جمع المعلومات اللي قامت به وزارة الداخلية ممثلة في جهاز الأمن الوطني، إن مش بس المقر اللي تم مداهمته اللي كان فيه عناصر الخلية واللي كانوا أيضا مسلحين فيه، مسألة استخدام مكان ملحق. احنا قلنا فعلا ان ربما يكون النهاردة احنا كنا في بداية طرف خيط، وان استغلال الأحياء كما ذكرتي حضرتك مجموعة من الأحياء السكنية بعينها الأحياء المزدحمة اللي أيضا قريبة من القاهرة، احنا النهاردة قدام مكان آخر جنب الأميرية هو المطرية، حي آخر من أحياء القاهرة، كان يفترض وفق الاستنتاج المعلوماتي أن يكون هؤلاء العناصر أن هم من الممكن يتحركوا من الأميرية وأن هم ينتقلوا إلى مساحة أخرى، يذهبوا إلى المطرية لاستخدام الأسلحة اللي كانوا بيقوموا بتخزينها في هذه المنطقة. سيادة العميد، ورد إلينا أيضا الخبر العاجل بشأن الكنيسة الأرثوذكسية. الكنيسة الأرثوذكسية تنعى شهداء الوطن، تنعى شهيد الوطن المقدم محمد فوزي الحوفي. إذن الكنيسة الأرثوذكسية تنعى شهيد الوطن المقدم محمد فوزي الحوفي. فقدنا التواصل بسيادة العميد، بشكره العميد خالد عكاشة على وجوده وعلى قراءته للمشهد اللي تابعناه النهاردة.